يعني استاذ علي، الكل كانوا مشاركين بالعمليه السياسيه، اليوم امام شعبنا الكل متهم، الكل عندهم ملفات فساد. استاذ علي ارجوك اخي وصاحبي، لا ما يخالف، اليوم الكرد والسنة والشيعة مو فتح الملفات. لا اذا سمحت لي، اليوم ما يخالف، استاذ اثير اسمح لي، استاذ اثير فساد ارجوك اسمع، لي استاذ اثير اسمح لي. انا ما اتهم جهه بعينها، ما اقول لك تي جهه متهمه، لكن اللي يخشى من الملفات هذا دليل بانه هو عنده شيء يخفيه. انا مو ضد هذا، انا ما اتهم اي جهه ولا اتهم الشيعة. لا انت ما فاهم معلن صحيح معينه انه يخشى من الملفات. إنسان اليوم الكل عليها ملفات. لا الكل عليها ملفات اليوم. ليش خلي الكل تحاسب على ملفاته؟ الإمارة التنسيقي او اي شخصيه ما يخالف، خلي الكل ما يعني ادري استاذ اثير، يعني انا اقول لك الدم العراقي هالقد رخيص، احنا نجي يعني هذا حق عام، احنا نجي نتنازل عن الحقوق العامه لابناء العراق، شلون هذا مو من حق احد؟ ترى هذا مو من حق احد، انا ادعي وياك كعراقي، يعني كيف يتنازل تتنازل حكومه لم تشكل بضمانات؟ والله احنا نتنازل عن دم العراقيين، هذا مو من حق احد، ولا التنازل عن المال العام هو من حق احد، يعني هذا بصراحه اذا احنا مشينا في هذا الطريق يعني اقرا السلام على أستاذ كل علي. العمليه أستاذ السياسيه علي. والشعب العراقي لا يرحم احدا. اقول لك استاذ اثير استاذ علي بس كفى، احنا كمثقفين ونخرج في وسائل الاعلام نحاول ان نبيض صفحه بعض السياسيين، يا اخي ذولا عبثوا بمال العام، عبثوا بدم العراق. انا ما اريدك تبري، احد ما اريدك تبيض ساحه احد. انا لا بري احد ولا بيض صفحه احد، انا معروف بصراحتي وانا مع فتح جميع الملفات، انا مع فتح جميع الملفات.